سعيد بالمسرحيات وبال بالأعمال الجميلة والنجوم. المشاكل فيه شنو؟ مسرح الثغرة تحديداً. والله إبراهيم طبعاً يعني في مسرح الثغرة طبعاً فيه مشكلة فنية كبيرة جداً جداً، يعني حتى الناس اللي عندهم علاقة مع المجال الفني والمجال المسرحي حقيقة قاعد يمروا على مرور الكرام وما قاعد يناقشوها بشكل صريح. يعني المسرح وضعه غلط أصلاً. صحيح. المسرح الخشب بتاعت مسرح فاتحة على شروق الشمس. دي حاجة أصلاً يعني غير طبيعية. أنت عشان تقدر تستفيد من خشبة المسرح دي أكثر استفادة ممكنة، عادة خشبة المسرح بتكون عكس شروق الشمس عشان أنت تقدر تستخدمها بالنهار. نعم. جنوب يعني. العصريات كده. ده غير إنه كشافات المينا بس أيوه. كشافات مينا من أبو السودان كلها بتضرب جوا خشبة المسرح، يعني أنت المسرح ما بتقدر تعمل فيه إظلام كامل إطلاقاً. وفي إزعاج بواخر أو كذا. هو طبعاً البواخر صوته مقدور عليه، لكن المسألة الفنية الحقيقية أنت إنك ما بتقدر تعمل إظلام كامل في الخشبة. أيوة. ما بتقدر تتحكم في إضاءتك يعني. أيوة. يعني أنت إذا عندك لحظة فنية الخشبة دي مظلمة بشكل كامل. كشافات المينا ما ممكن تطفي كشافات المينا بأي حال من الأحوال، يعني ما ممكن تقول لي ناس المينا أطفوا كشافات كل شيء. إحنا فعلاً كنا مشهد بتاع إظلام. كنا بنعاني. أنا اشتغلت حكاية بتاعت 4 مسرحيات في مسرح الثغر. أيوة. والدجر دقو عوض الله أفندي وضرة واحدة لا تكفي ومدير. ده حقيقة ده خطأ استراتيجي. فعندك لما يكون عندنا إظلام احنا ما بكون في إظلام. الإظلام ما مغلقة السبرة المسارة رومانية. أيوة. رومانية. ده الخشب الخشب رسوم الله. العلبة هي علبة إيطالية. علبة الإيطالية القديمة دي. أيوة. طب جميل.